قبل بدء النقاش نتابع هذا التقرير لعبد العزيز السعيدي ثم نعود. كنا بنشتغل عادي يعني إنتاج، بعدين قالوا لا وقف الإنتاج وقفلوه نهائيا يعني. في بيوت انتهت يعني، حصل طلاق، تشتتت خلاص. معاناة جديدة تضاف إلى قضية موظفي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، فبعد أن بقي مغلقا لأكثر من عام وثلاثة أشهر بسبب تعثر الشركة المشغلة واستبدالها بالتشغيل الذاتي، عاود العمل مجددا قبل أربعة أشهر حاملا معه قضية جديدة. وضع الشركة المالي الدهور وصار فيه تأخير للرواتب، بعدين انتهى نشاط شركة سعودية في مجمع الملك فهد، بعدين أخذنا الفترة الانتقالية اللي هو تم تحويل مجمع الملك فهد إلى التشغيل الذاتي. كنا بنشتغل عادي يعني إنتاج، وجابوا مصاحف وجابوا هذا، بعدين قالوا لا وقف الإنتاج وطردونا برا المجمع وقفلوا نهائيا يعني. تاريخ 27/9/2016 تعميم إنهاء جميع عقود العاملين في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. ما شعرونا بإنهاء خدماتنا أبدا نهائيا، ولا سلمونا أوراق رسمية بهذا الشيء، بالعكس قالوا انتهى النشاط وطلعنا. كنا يعني ما نعرف إيش مصيرنا أصلا. طبعا اتصلوا على بعض الزملاء رجعوا تقريبا 8%، والبعض الآخر ما رجعوهم. هنا يجلس بجواري عدد من الموظفين الذين تم استبعادهم بدون مقدمات، والذين تصل سنوات الخبرة لدى بعضهم إلى 24 سنة، وتتدرج نزولاً حتى 14 سنة. تم الاستغناء عنهم لأسباب التقييم، والذي بنيت على بيانات الشركة المشغلة العام 2016. يعني أنا تقييمي الآن مقيم ضعيف، وأنا يعني تقييمي لا أبالغ أقول يعني امتياز، أنا كان أقول يعني تقريبا جيد جدا. الشيء الثاني، أنا شخص يعني أمتلك خطابات شكر مقارب 139 خطاب شكر يعني. سنة وستة شهور بدون وظيفة، حتى احنا ما نقدر يعني، أنا بالنسبة لي أنا ما أقدر أتوظف بوظيفة 4000 ريال، أنا 22 سنة اللي باقي لي على التقاعد 3 سنوات. والله الضرر كبير، الضرر اجتماعي نفسي أسري، في من زملائنا من ادهورت صحته، في من زملائنا من توفي. بالنسبة لنهاية الخدمة إلى الآن ما استلمناها، طبعا أول ما استبعدنا كانت في المراحل الأولى الابتدائية، بعدين المراحل الهيئة العليا، وإلى الآن يعني. يقدر عدد المستبعدين من موظفي المجمع ب 150 موظف، يقابلهم توظيف موازن على نفس المسميات الوظيفية ونفس المهام بحسب الموظفين الذين التقيناهم. لمعالي المواطن عبد العزيز السعيدي، المدينة المنورة.